يعني العملية السياسية في العراق هي دائما توجد فيها إسفنجة تمتص الأزمات، وأنا لا أعتقد بأن مثل هذا الموضوع سوف يرتقي إلى أن تكون هنالك توترات، لأننا قد شهدنا في الفترات الماضية بأن أكبر أزمة وأصعب أزمة يمر بها العراق هي لا تأخذ منه إلا 3 أيام، ومن ثم بعد ذلك يذهب المنتظم السياسي إلى التحركات وإلى المفاوضات والمساومات، ومن ثم تذهب تلك التصريحات السياسية الحساسة التي تجير الإعلام لأجل أن يكون داعم رئيسي لها في تحركاتها السياسية من أجل نيل المكتسبات. هذا أمر طبيعي في العملية السياسية في العراق. أعتقد بأننا لن نشهد أي نوع من التوتر أو أي نوع من التصعيد، لأن ذلك بنهاية الأمر سوف يضر بحكومة السيد السوداني التي هي اليوم ذاهبة لأن تكمل مشروعها الذي يتعلق بالمنهاج الوزاري الذي تقدمت به، الذي يتعلق بالكثير من المفاصل، منها تعظيم إيرادات الدولة وأن يكون للمعيشة الاقتصادية والسلة الغذائية والبطاقة التموينية، وأن يكون دور في رفع المستوى الاقتصادي للمواطن العراقي، وأن يكون هنالك خفض للتصعيد في داخل هذه منطقة الشرق الأوسط. أعتقد أن مثل هذا الموضوع هو سوف يمر مرور الكرام، لأننا شهدنا في مراحل ماضية على وجود مثل هكذا يعني توترات، وجود مثل هكذا تصريحات بل أقسى من هذا التصريح، ولم نشهد هنالك أي نوع من التصعيد، ولا سامح الله الذي يؤدي إلى أي خلخلة في الأمن المجتمعي. طيب أستاذ عمر، يعني أبقى أتحدث وإياك في ذات الملف، القنبلة التي فجرها العبادي بشأن رغبة الإطار بإخماد تظاهرات الصدريين تؤسس إلى أن الإطار هو من قمع محتجي ثورة عاشوراء في المنطقة الخضراء بحكومة الكاظمي، كيف تفسر ذلك؟ يعني أعتقد أنه اليوم نحن في زمن بدأنا نقلب أوراق الماضي، ولا ليس من مصلحة العراق وليس من مصلحة المنتظم السياسي أن تكون هنالك توترات مقبلة والنبش برفات الماضي، هذا أمر علينا مغادرته. والتظاهرات هو حق مشروع سواء كان للتيار الصدري أو لبقية الجماهير الأخرى ولبقية بقية الشعب العراقي الذي هو يؤمن إيمانا قطعيا بضرورة الارتقاء بملف مكافحة الفساد إلى أعلى المستويات حتى يقطع دابر الهدر المال العام الذي أدى إلى تردي الخدمات. هذه كما ذكرت وأسلفت سابقا هي تصريحات سياسية هي تستخدمها الأجندات السياسية للمنتظم السياسي، وفي كل فترة هنالك بعض الأوراق التي هي تبقى صالحة للاستخدام في كل الأوقات، ومنها الورقة الطائفية التي تستخدمها بعض الأطراف من أجل كسب الخصوم والمحافظة على الجمهور المحتكر الذي لديها، إلا التيار الصدري بصراحة الوحيد الذي لا يوجد لديه أي نوع من يعني الشراء للأصوات.